المكان ممكن المكان يكون المدرسة، البيت، الحديقة، خلاص، الملعب، كل دي أماكن. طيب ثالث حاجة الشخصية. الشخصية اللي هي ايه؟ أبطال القصة بتاعتي. بطل القصة بتاعتي ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون انسان لو انا عامل قصتي مثلا اب ام، اخ اخت، ولد بنت، اهو ده شخصية، ده انسان. وممكن يكون من الطيور، تمام؟ عصفور، حمامة، خلاص، طائر من الطيور معينة. ممكن برضه يكون حيوان، ممكن ايه؟ اسد، ارنب. انا بدور احداث قصتي مثلا ما بين الاسد مثلا والفأر.